بعد كل هالسنين نرجع نلتقي هون؟ لكن معقول نلتقي بمكان غريب عنا؟ سلمى طلبي شو ما بدك. شوف شو جايب لك معي. خاتم ألماس حقه 5000 دولار. مين قال لك إني بحب الألماس؟ في امرأة ما بتحب الألماس؟ سلمى خلينا نطلع. حابب أعزمك على أي مكان بتختاري بالعالم. سلمى أنا جيت خصوصي مشانك. مبارح زرت المقبرة وزرت قبر أبوكي وقمت بالواجب. شلون يعني؟ قمت بالواجب. ليش هيك عملت على قبر أبي؟ أنا بعتبر أبوكي له فضل علي، فهمني قيمة المصاري، علمني إنه المصاري هي كل شي بالحياة، مشان هيك حبيت كافئه. هلأ أنت جاي بعد كل هالسنين تنتقم من واحد ميت؟ هذا الميت جرحني وجرحك. بس بيبقى أبي وهذا رأيه بالحياة، ونحن دفعنا حياتنا تمن رأي خاطئ. رأيه ما كان غلط بس طريقته خطأ. نحن اللي هربنا ما دافعنا عن علاقتنا. انت كنت جبان وانا كمان كنت جبان، بس لو قايلي ومصمم نتزوج انا كنت اتزوجتك. انا كنت ناطرة تتحمل مسؤولية هالعلاقة بس. هلا شو بدك مني؟ بدي اياكي. مشان هيك اشتريت بيت بالمزة 6 غرف. شو بدك؟ انا جاهز. شو بدهن اهلك؟ مصاري؟ انا جاهز. المهم نتجوز. وولادي؟ ولادك؟ ولادك على عيني وراسي. هالمكان ذكرني بأيام أول الله يرحمه. هالأيام الماضية ماتت بالنسبة إلك؟ أي نعم، الأيام الماضية ماتت بالنسبة إلي، ما ضل منا إلا أنت، أنت وبس يا سلمى. بس أنا والأيام الماضية سوا، إذا هي ماتت بموت أنا كمان. أنت مكبرة الموضوع شوي، خليكي واقعية. سلمى نحن كبرنا، كبرنا. واقعية؟ أنت عم تطلب مني كون واقعية؟ ليش لا؟ سلمى بكفيني عذاب، بكفيني 10 سنين عذاب ما بتكفي. أحكي لك شو صار معي؟ أحكي لك؟ إيه، خليكي واقعية.